هذا وتحظى مملكة البحرين بمكانة سياسية رفيعة على المستوى العربي والدولي لما تنتهجه من سياسة متزنة وحكيمة بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه وتحرص مملكة البحرين على مواصلة القيام بدورها الفاعل لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والنهوض بمستويات التنسيق والتشاور لتقوية وحدة الصف ودعم كافة المواقف المساندة للتضامن العربي حيال مختلف الحياة. قضايا. إيماناً من مملكة البحرين ويقينها الذي لا يتزعزع بأهمية التضامن العربي وتوحيد الكلمة والقرار والعزم إزاء كافة الملفات والقضايا في ظل المتغيرات العالمية كانت دعوات جلالة الملك المعظم حفظه الله حاضرة دائماً لتوحيد الصف العربي فمن هذا المنطلق حرصت المملكه في كل محفل عربي ان تتواجد به بثبات مواقفها الداعمه لكل جهد عربي يسعى لنبذ الخلافات ورص الصفوف ومواجهه التحديات وخصوصا من خلال مقعد الجامعه العربيه وقممها وفي اطار روح التضامن العربي تدرك المملكه اهميه توحيد الرؤى العربيه والمواقف التي تشكل الكيان الرصين والدافع للاجيال القادمه لحمايه الامن الجماعي العربي فطالما كانت تعي جيدا اهميه التحديات التي تشهدها المنطقه العربيه وما تتطلب من اتخاذ تدابير واليات جاده تساعد الدول العربيه على العبور منها بسلام هذا وتسعى مملكة البحرين دائما للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية لتقوية وحدة الصف العربي وتبني العديد من القضايا وتدعم كافة الحلول السلمية والتي لن تأتي إلا من خلال تطوير العمل الجماعي العربي ولم الشمل وذلك بما يحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها إلى ذلك تشهد المواقف التاريخيه للمملكه في الدفاع عن عروبتها وكونها جزءا لا يتجزا من الامه العربيه ويشهد ذلك وقوفها بقوه الى جانب الحق العربي في القضيه الفلسطينيه فالمواقف الداعمه والمسانده للتضامن حيال مختلف الملفات لتعزيز التكامل والتنسيق العربي هي نابعه من توجيهات جلاله الملك المعظم ايده الله هذا وساندت مملكه البحرين ووقفت كحاجز منيع امام كافه القضايا الهامه وعلى راسها مكافحه الارهاب والقرصنه كما لعبت دورا بارزا وفعالا على الصعيد الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار وتطوير المشاريع العربيه والانفتاح على الاقتصاد العالمي وفي السياق نفسه فان مملكه البحرين يشهد الجميع لها بفضل حنكة جلالة الملك المعظم أيده الله ورؤيته الاستشرافية للمستقبل، بتعاونها البناء مع شقيقاتها الدول العربية في جهودها الرامية إلى دفع العمل العربي المشترك والدفاع عن كافة قضايا الأمة وأمنها واستقرارها، وتفعيل آليات منظومة العمل المشترك وأدائه لمواجهة التحديات.